بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد يا جماعة ما اتكلمنا عن الدرس اللي هو ازاي تعمل انكلود لكل الفايلز اللي في باس معين عن طريق جلوب، هنجرب نعمل الموضوع ده بالسكان داير. السكان داير يا جماعة مش هو البيست براكتس، لكن الدرس ده بيمرنك على السكان داير وعلى الباس انفو والحاجات ودالة الاف كونديشن، وازاي تتعامل وازاي تعرف الملف ده نوعه ايه وبناء على نوعه تستدعيه وهكذا. الدرس هيكون بإذن الله جميل وهيكون زيه زي الجلوب، بس هيكون فيه شوية مميزات وتركات زيادة لأن دي مش الخاصية، يعني دي مش الأساس الخاص بالسكان داير إنه يعمل الحركة دي. How to include all files in a bass مثلا أو in a direction directory with scan داير، بالسكان داير. الدرس طبعا هيكون medium زي برضو الدرس التاني. الحاجات اللي احنا نستخدمها يا جماعة، نستخدم الباس انفو. ليه الباس انفو؟ عشان بناء على الباس انفو اكستنشن هنجيب الاكستنشن الخاص بالفايل، عشان بناء على الاكستنشن ده هنروح نستدعيه، لان انا عايز اكستنشن معين لان عندي مجموعه فايلات والفايلات دي انا سايبها من الدرس الثاني اهو في الانك زي ما هي، عشان بناء على نوع الفايل انا هستدعيه. هستخدم الباس انفو، هستخدم الان اري علشان احط يعني هطور الكود شويه بحيث ان احط اكتر من اكستنشن يشيك عليهم الكود ويطلع لي منهم. ممكن اكون عايز استدعي اكتر من اكستنشن، ممكن اكون عايز اعمل انكلود لاكتر من نوع، ممكن اكون عايز اعمل لهم ايكو بس اطبع بس الملفات الصور لامتدادها جي بي جي وبي ان جي مثلا، يعني على سبيل المثال. ادي الباس انفو والاري، وطبعا طبعا اساس الدرس اللي هو السكان داير، وطبعا لا غنى عن الاف كونديشن لان هي اللي هتغير لنا كل حاجه في الكود وهي اللي هتشيك على كل حاجه. وهنستخدم حاجة اسمها الداير اللي احنا قلنا عليها في الفايل سيستم اللي بتجيب لي الدايركتوري اللي انا شغال عليه حاليا. اول حاجة هنعملها هنمشي بالراحة جدا عشان الكود ما يلخبطش حد. الداير يا جماعة اللي هو الفاريبل داير هجيب بيه المسار اللي انا شغال عليه، او المسار بمعنى صح اللي فيه الباس اللي فيه الملفات دي، اللي هو اسمه هنا ايه؟ انك. انك ده اهو سلاش انك سلاش. الباس ده يا جماعة اللي هو ايه؟ هقول له ايكو داير عشان نشوفه. الباس بتاعي همشي خطوه خطوه، ده الباس بتاعي كامل اهو، الاكس ام بي اتش تي دوكس بي اتش بي توت اي ان سي اللي هو الانك فولدر اللي فيه الفايلز اللي انا هشتغل عليها دي، هو ده اللي انا عايزه. خلاص مفيش داعي للايكو. هنا هقول له انكلود باس فاريبل. الفاريبل ده يا جماعه اللي هو هنشتغل بيه علشان نعرفه ان ده الباس اللي هنطبع منه الملفات اللي جواه. طيب جبت انا الباس وفاضل اني انا اعمل لوب عشان اطلع الفايلز اللي جوه الباس دي كلها. اروح قايل له فور ايتش، هنا فور ايتش ايه بقى؟ سكان داير. هعمل سكان للدايركتوري اللي اسمه داير. خلاص عملت له سكان از ايه؟ از فايل. وبعد كده هروح اقول له ايكو اطبع لي الفايلات اللي جوايا، فايل دوت بي ار عشان يجيبهم لي تحت بعض بالشكل ده اهو. تمام، طبع لي الفايلات وطبع لي الكرنت دايركتوري والبيرنت دايركتوري زي ما اتكلمنا في الفايل سيستم في الدرس الخاص بالسكان داير بالتفصيل الممل وشرحناه. طيب انا عايز هنا اعمل ايه؟ انا فكرتي ان انا دلوقتي طبعت الملفات كلها، فكرتي ان انا عايز اعمل انكلود لبس ملفات البي اتش بي. طيب يبقى انا عايز اشيك هنا على الفايل ده هل نوعه بي اتش بي ولا لا. طيب يبقى اقول له ما دام عايز اشيك هقول له ايه؟ هقول له اف. اف ايه بقى؟ اف باس انفو. الباس انفو اللي هو بيجيب لي الانفو بتاع الملف، الامتداد بتاعه، البيس نيم بتاعه كامل، الاكستنشن، الحاجات اللي احنا شرحناها في الفايل سيستم كلها. هقول له اف باس انفو فايل. لو الباس انفو فايل انا عايز اجيب ايه من الباس انفو؟ عايز اجيب الباس انفو اكستنشن، عايز اجيب الباس انفو اكستنشن بتاع الفايل ده. هقول له لو الباس انفو اكستنشن الخاص بالفايل بتاعي ده بيساوي يساوي يساوي بي اتش بي، لو نوعه بي اتش بي خليه يطلع لي كده رساله كده مؤقته يقول لي مثلا جود زير از بي اتش بي فايلز هير مثلا. اهو هيقول لي ان في ملفات بي اتش بي هنا فعلا بالشكل ده. واروح اشوف هنا قال لي جود زير از بي اتش بي فايلز هير، جود زير از بي. طبعا طبع لي الرساله مرتين عشان اعملها جوه لوب، بس انا ما عنديش مشكله. عارفين معناها ايه ان هو يطبع لي مرتين؟ معناها ان في ملفين بي اتش بي هنا. طب لو جيت قلت له انا بدل بي اتش بي هقول له امتداد مثلا اسمه وليكن
XLD مثلا، امتداد اسمه XLD، هل في امتداد اسمه XLD هنا؟ اهو مفيش. معنى كده ان الكود بتاعي الحمد لله شغال سليم ومية مية. طيب عايز اقول له انا لو في الباس انفو الخاص بالفايل الاكستنشن نوعه PHP، اتبع لي الملف ده، اتبع لي اسمه اللي هو ايكو فايل، اتبع لي الفايل ده. وبعديه طبعا هقول له br عشان يتبعهم لي تحت بعض، واقول له reload. شايفين in1.php in2.php. حلو جدا كده، عرفت انا اني لو الملف ده php اتبعه لي. طب خلاص بقى، ما الناس فاهمة، ما دام تبعته لي يبقى اروح اعمل له include، خلاص مش محتاج بقى ان انا اتبعه، include file. ادي كده عملت ايه انا، فبقول له لو الباس انفو فايل نوع php اعمل له include. بس اعمل له include بقى، في نقطة هنا هتاخدوا بالكم منها، مش هيرضى يعمل include عشانها. بصوا معايا reload، عارفين ليه عمل كده؟ قال لي failed to open stream no such file or directory. بصوا الفايل اللي هو عايز اتبعه اسمه ايه هنا، الفايل بتاعي انا الفايل اللي عايز اتبعه اسمه in1.php، يعني انا كأنه بقول له بالظبط include in1.php. طب in1 ده موجود هنا في الحتة دي جنب التوتس هنا؟ مش موجود. ليه مش موجود؟ عشان هو جوه الباس اللي اسمه dir ده. فاروح انا قايل له include dir concatenate file، يعني ادخل جوه الباس ده واتبع لي ملف اسمه in1.php، وبرده تحتيها انكلود تاني للباس، وبعديه in2.php اللي هو الفايلات اللي اللوب طلعها لي. بس انا الفرق هنا، انا حطيت الباس قبلها. بصوا بقى دلوقتي ريلود عمل لي انكلود ليهم، لكن من شويه ما عملش عشان انت ما حطيتلوش الفول باس. هو هنا اللوب عمل ايه؟ اللوب هنا طلع لك اسماء الملفات بس، ورحت انت في الكود قلت له انكلود للملفات دي. طب الملفات دي مش موجوده دايركت بره في ملف التوتس اللي انا شغال عليه ده، الملفات دي ليها باس معين، والباس ده انت لازم تحطه هنا اللي احنا جبناه من الحته دي اهو. الموضوع يا جماعه بسيط وسهل جدا، عشان تتاكدوا منه وعشان ما حدش يتلخبط من الناس المبتدئين جدا. لما انا اقول له ايكو فايل، بصوا ايه اللي بيحصل، انا هطبع بس الملف. قال لي ايه in1.php، خلينا نحط له br هنا، هتلاقوا الملفين تحت بعض. طب الملف ده يا جماعه لو انا عملت انكلود ليه زي ما هو كده، طب هل هيعمل له انكلود؟ لا، لان الاي ان 1 ده مش هنا، مش موجود هنا، موجود جوه الانك. طب انا لو عايز في العادي اعمل له انكلود هعمل ايه؟ هقول له هنا ايكو ادي الداير كونكاتينيت فايل كونكاتينيت البي ار عشان يجيبهم لي في مسافه تحت بعض. بصوا كده دلوقتي اختلف الموضوع. دلوقتي هنا الباس بقى كامل، بس الانكلود كامل، اكس اي ام بي بي اتش تي دوكس بي اتش بي توتس انك in1.php. كده المسار يا جماعة بقى كامل، يبقى انا ما بقتش محتاج اروح اقول له بس فايل، لازم احط المسار كامل عشان يعمل له انكلود بشكل سليم. طيب عملت انا انكلود للفايل، وجي واحد قال لي اهم فايلين، وجي واحد قال لي انا عايزك كمان تروح حطيت لي مع البي اتش بي ملف نوعه انك مثلا، انا عايز بي اتش بي وعايز انك. طيب بسيطة، هقول له لو الباس انفو فايل باس info extension بيساوي php او بيساوي انك، لو php او انك اعمل له هنا include اهو، طبع لي hello from php file 1، hello from php file 2، hello from انك file. يعني هنا الداله الشرطيه شيكت لي على الباس extension اللي هو php والباس اللي هو الانك وحطته لي هنا. طيب يجي واحد يقول لي يا عمي احنا مبرمجين، احنا بنحب كل حاجه تكون بسيطه، مش عايزين تعقيد. لو انا عندي اربع امتدادات عايز اعملهم انكلود، هقعد اقول له اور كذا اور كذا اور كذا والكلام ده؟ لا، نبدا نستخدم الحاجات اللي احنا اتعلمناها في البي اتش بي. هقول له اكستند او اي اكس تي اللي هي من اكستنشنز، اهي اي اكس تي اس اكستنشنز بتساوي ايه؟ بتساوي اري. الاري دي عباره عن الامتدادات اللي انا هسمح له ان هو يشيك عليها، اللي هي بي اتش بي وانك. زي ما انتم شايفين عملت اري بسيطه اهي، تشيك على هشيك عن طريقها هل الباس انفو ده الاكستنشن ده موجود في الاري دي ولا لا. لو موجود اتبعه لي واعمل لي انكلود بالشكل ده. طيب الكود هيتكتب ازاي؟ هنشيل الاور دي خلاص ملهاش لازمه، وهنخلي الكود ده زي ما هو عشان تشيكوا عليه. هل انا محتاج البي اتش بي دي؟ لا خلاص انا ما بقتش محتاج، انا عايز بس دي اللي هو الباس انفو فايل باس انفو اكستنشن. عايز اقول له ايه بقى؟ انا عايز اقول له لو ان اري، ايه هو الان اري؟ لو الباس انفو هنا، لو الباس انفو فايل اكستنشن ده اللي انتم شايفينه قدامكم ده موجود في الاري اللي هي اسمها اي اكس تي اس اهو، شايفين الكود هوضح لكم الاقواس عشان تبقى واضحه عليكم اهو، ده
ال in array بتقبل ايه يا جماعة؟ بتقبل هنا ال in array، بتقبل هنا ال pass info ده اهو. المفروض انا عايز ابحث عن كلمة معينة في ال array، اتعلمنا يا جماعة درس ال in array في الكورس. عايز اقول له مثلا لو الكلمة دي التكست ده موجود في ال array دي، اعمل لي include للملفات بتاعتي كلها، او بلاش اقول له بقى include هنا، انا هدي له رسالة عشان الناس تشوف. echo مثلا good، كلمة good، بقول له انا ابحث لي في ال array in array لو موجود ال php في ال array اللي اسمها exts قول لي كلمة good بس. اهو بصوا كام جود، ليه عمل كل الجود دي، كل واحده منهم بالملفات دي 9 ملفات، فكتب لي 9 جود، لان ده لوب المفروض اطلعه بره اللوب، بس دي مش موضوعنا. انا بس بوريكم هنا ازاي الان اري بتشتغل عشان لو الناس ناسيها. طب انا بقى مش عايز اقول له بي اتش بي، انا عايز اقول له الباس انفو فايل باس انفو اكستنشن. طب الباس انفو الخاص بالفايل ده، الفايل بتاعي اللي هنا ده، الباس انفو الخاص بتاعه نوعه ايه؟ نوعه هنا ايه يا جماعه؟ نوعه هو كل الانواع الموجوده هنا دي، بوتستراب واكس ال اس وبي اتش بي وسي اس اس ورار وانك وتكست ومش عارف ايه، كل الانواع دي موجوده لان ما حددتلوش. فانا بقول له بقى لو الاكستنشن ده اللي هو كل اللي احنا شفناه هنا ده موجود في الاري دي اللي هي بي اتش بي او انك، اطبعه لي هنا بقى. قول له انكلود الداير دوت الفايل بالشكل ده، يعني كل الانواع اللي عندك دي في الفايل، كل الانواع الامتدادات الموجوده في الفولدر ده الدايركتوري اللي اسمه انك كلها شيك لي عليها. لو هي في الاري دي بي اتش بي وانك، اعمل لي انكلود ليهم هنا. لو مش موجوده خلاص مش هيعمل اي حاجه من الحاجات دي. تعال نشوف الكود. ريلود زي ما انتم شايفين يا جماعه، هالو فروم بي اتش بي فايل ان 1، هالو فروم بي اتش بي فايل ان 2، هالو فروم انك فايل. وعشان تتاكدوا وتعرفوا ان انا بتكلم صح، هشيل البي اتش بي دي من الاري، هقول له انا بس عايز الاكستنشن اللي انا عايز اشيك عليها بس هو الانك لوحده، واقول له ريلود. بصوا هالو فروم انك فايل لانه شيك بس على الانك. طب هعكس واقول له انا عايز البي اتش بي كمان، واقول له ريلود. بصوا جاب لي البي اتش بي بس، هالو فروم بي اتش بي فايل 1 وهالو فروم بي اتش بي فايل 2. والميزه ان انت تيجي بقى هنا تحط كل الامتدادات اللي انت عايزه شيك عليها عشان يعملها هنا. نفس الموضوع اللي انتم شايفينه ده يا جماعه، ممكن بالاري ده تعمل تمرين، انت تحط امتدادات الصور اللي انت عايز تعرضها هنا، جي بي جي وبي ان جي وجي اي اف، وتروح هنا بكود الصوره الايمج سورس تخليه يطبع لك بس الصور اللي هي بالامتدادات دي، وتجرب بقى مع التمرين ان انت تشيل حاجه من الاري وتحط حاجه للاري وتشوف هيشتغل معاك ازاي. النهارده يا جماعه عرفنا ازاي نعمل انكلود لكل الفايلز بالسكان داير، وقبل كده عرفنا بالجلوب، وزي ما قلت لكم برده كل الفانكشنز دي احنا بنشتغل بيها بالطريقه دي عشان نوظف الحاجات اللي اتعلمناها، نوظف السكان داير، نوظف الانكلود، نوظف الفور ايتش، ازاي نعمل لوب، وفي نفس الوقت نوظف الان اري، ان انا ازاي بقى عندي اري اشيك على الحاجات اللي جواها وبناء عليها اعمل حاجه معينه. وطبعا زي ما قلت لكم زمان في كورس البي اتش بي ان الاف كونديشن مش هنستغنى عنها بقيه حياتنا، وزي ما انتم شايفين مفيش درس بقى بيخلو منها خالص. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، ويكون فيه فكره كويسه، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد، وشكرا.